السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل معايا. النهارده هنعمل مع بعض الكفته بطريقه حلوه جدا، بطريقه سهله قوي. انا اللي فرموها في البيت، مش جايباها جاهزه، يعني مش جايبه اللحمه مفرومه، لا انا اللي غسله اللحمه بايديا وفرموها بايديا علشان خاطر اتاكد ان الحاجه اللي انا بعملها لبيتي وليا تبقى سلامتها كويسه، ما جابهاش لحمه من عند الجزار تبقى هو اللي فارمها معرفش ايه اللي جواها. لا افرميها انت في البيت. هقولك النهارده الطريقه ازاي، وكمان التتبيله بتاعتها مختلفه جدا وسهله جدا. التوابل اللي انا بحطها في جميع انواع البيوت، يعني الكفته سهله جدا هتعجبك ان شاء الله. وكمان نسويها على النار، هنشوف مع بعض عملت جنبيها ايه. عملت جنبيها مكرونه سباكيتي بالشكل دوت كده. دي اكله خفيفه كده على الماشي، يعني كل الناس بتعملها في البيوت، فانا حبيت بس افكركم بيها ونشوف الكفته اللي انا عملتها ديت عملتها ازاي. يلا بينا نروح نشوف الفيديو. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو دوسيلي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه عملتها كانت عندي لحمه في الفريزر، طلعتها سبتها تفك بس 50% وفرمتها في المفرمه. دلوقتي ما رضيتش اشغل لكم المفرمه وهي بتفرم يعني عشان خاطر الدوشه، لكن حبيت يعني اصورها لكم كده وانا بفرم البصل. طبعا عندي في المفرمه هنا اللحمه بتبقى متبقيه في المفرمه. طب نخرجها ازاي من المفرمه؟ بحط في الاخر البصل بفرمه برده في المفرمه بالشكل دوت كده، وهنشغل ونشوف مع بعض. بالشكل دوت كده انا خلصت الفرم بتاعي، فرم اللحمه وفرم البصل. البصل لونه غامق كده ليه؟ علشان البصل دوت احمر مش بصل ابيض. بعد كده هشيل بقى المفرمه ونشوف هنجهزها ازاي ان شاء الله. دلوقتي بقى قبل ما اقلب اللحمه مع البصل بتاعي هنزل بالتوابل. التوابل بتاعتي ملح، اول حاجه معايا ملح، معايا معدل معلقه كبيره كده بالشكل ده، معايا بهارات لحمه، مش هحط كتير، معايا معلقه كمون بالشكل ده كده، اقل كمان من معلقه، معايا مع نص معلقه فلفل اسود او معلقه بالشكل ده كده، كمان معايا السبع بهارات، هحط نص معلقه واحده من السبع بهارات مش كتير بالشكل ده كده، وهحط نص معلقه كزبره، كزبره ناعمه، كزبره بتديها ريحه جميله قوي وهي بتتشوح، ونص معلقه بابريكا بس كده. خلاص كده انا خلصت التوابل بتاعتي، هبدا بقى اللي انا اقلبها، اقلب كل ده مع بعضه بقى كده عشان اتاكد ان البصل وصل للحمه. بالشكل ده كده انا بقلبها. لازم تخلي اللحمه تتبل كويس مع البصل عشان تديكي نتيجه كويسه وطعم كويس. بالشكل ده كده اهي، كده انا اتاكدت تماما ان كل اللحمه اتقلبت. انا عامله تقريبا نص كيلو لحمه فرماه، وحط عليه تقريبا 150 جرام دهون بالشكل ده كده. لو انت هتفرمي مثلا كيلو لحمه تحطي كيلو الا ربع لحمه، والربع كيلو بتحطي دهن عشان خاطر يديكي نتيجه كويسه في الكفته. دلوقتي جبت السيخ اللي انا بدخل بعمل فيه الفراخ بالفوق في الفرن، يعني ده بتاع الفرن العادي بتاع البوتاجاز. كل بوتاجاز انت بتشتريه بيديكي معاه سيخ زي دوت كده بتعملي فيه الفراخ في الفرن. هبدا بقى اللي انا احط عليه اللحمه كده بالشكل ده. اهي عشان اعملها كفته، ثواني اعدل الكاميرا. اهي تتاكدي تماما اللي هي اتمسكت معاكي بالشكل ده كده، تبداي تخرجيها وترصيها في الصينيه. الصينيه انا دهناها ماده دهنيه عشان خاطر ما تلزقش مني بالشكل ده كده.
سهله جدا وبسيطه جدا، وهتديكي نفس طعم اللي انت بتشتريها من بره، طعم الكفته الحاتي. وطبعا انت ضمنها عاملاها ازاي، اللحمه فرمها قدامك، مش جايباها كمان من عند الجزار عشان ساعات الجزار بيلم الشغط والحاجات ديت، لا تفرميها في البيت احسن طبعا، وعلشان خاطر صحتك وصحه اولادك يعني. بالشكل ده كده ودي الكميه بتاعتي بعد ما عملتها بالشكل دوت كده. عملتها الكفته ديت انا عاملاها بالسيخ زي ما قلت لكم، يعني عملت الكميه دي على قدنا، وفي دوت اللي فات ما رضيتش اعمله بنفس الطريقه علشان خاطر ديت يعني كل واحد هياخد صباعين وكده، او اللي عايز مثلا ياخد براحته. ديت عملتها بقى تاني، عملت اللي هي الكفته العاديه، هي اللحمه بس عملتها يعني صباع عادي بالشكل ده كده، لان هعمله بالبيض والبقسماط، يعني هرب بيضه ان شاء الله هعملها معاكم، هعمله بالبيض والبقسماط علشان خاطر لو مثلا تعبانه ومش قادره تعملي اكل هتطلعيها جنب شويه مكرونه خلاص اتعملت. ممكن كمان سندوتشات للولاد في المدرسه للرحله، بتبقى حاجه خفيفه كده على طول بالبيض والبقسماط. انا ما بشيلهاش كده، بعملها بالبيض والبقسماط واروح شايلها في الفريزر، بطلعها من الفريزر اقليها على طول في الزيت سخن، بتطلع زي الفل وطعمها جميل جدا. ان شاء الله هعملها مع بعض، بس ديت هشيلها في الفريزر بعد ما اعملها بالبيض والبقسماط. النهارده بقى موضوعنا هو الكفته. انا ما بسويهاش في الفرن، انا بحطها على النار، بوطي النار عليها خالص وهي بتتحمر على النار بتبقى زي الفل، وبعد كده بدخلها تحت الشوايه تاخد يا دوب يعني ثانيتين ثلاثه، وبطلعها احط فيها الفحم، بجد بتبقى تحفه. هنعملها مع بعض ان شاء الله. هروح احطها على النار دلوقتي. بقى انا حطيتها على النار بالشكل ده كده، هتبدا بقى ليها تتحمر. انا مش هاجي جنبيها خالص، مش هقلبها ولا اي حاجه، هسيبها هي مع نفسها لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده هدخلها تحت الشوايه تاخد لون من فوق وتبقى زي الفل. وبكده انا خلصت الكفته بتاعتي، ده شكلها النهائي، ما فكتش مني ولا اي حاجه، الصباع بحاله اهو، بصي كل واحده لوحديها زي الفل. اعمليها بالطريقه ديت بجد هتبقى جميله جدا معاكي. وعملت جنبيها مكرونه، مكرونه سباكيتي، طبعا كلنا عارفين المكرونه بتتعمل ازاي، فما فيش داعي يعني اللي انا كنت اصورها لكم. مكرونه عاديه خالص بالصلصه، انا بحب اعملها كده وبحطها في السيرفيس كده، وكل واحد بياخد في الطبق اللي قدامه، يعني بيبقى اسهل لي كمان عن ما اخد الاطباق واحطها على السفره بالشكل ده كده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو بتاعي دوسيلي لايك، ولو اول مره تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.